وبالعودة إلى المؤتمر الصحفي الذي جمع وزير الخارجية المصري سامح شكري بنظيرة الإسلوفينية، ينضم إلينا من مقر انعقاد المؤتمر موفد القاهرة الإخبارية محمد جمال. محمد مرحبا، لو تجمل لنا أبرز المواقف التي جاءت على لسان المسؤولين. نعم رغدة، بعد جلستين من المباحثات الأولى على المستوى الفردي بين الوزيرين وزير الخارجية المصري ونظيرته السلفانية، والثانية على مستوى وفدي البلدين، تم مناقشة عدد من الملفات الإقليمية الهامة التي تشغل الجانبين المصري والسلفاني، وفي مقدمتها بالطبع القضية الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة ومدينة رفح الفلسطينية. عقب هاتين الجلستين عقد مؤتمر صحفي للوزيرين، أكد خلاله وزير الخارجية المصرية عن الموضوعات التي تم مناقشتها خلال المباحثات، والتي العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأزمة الأوكرانية، وتحدث الوزير عن الدور الذي تقوم به دولة سلوفينيا خاصة ومناصرتها للقضية الفلسطينية، وما قامت به مؤخرا من تصويت للجانب الفلسطيني في مجلس الأمن وفي الأمم المتحدة. الوزيرة السلوفينية خلال المؤتمر تحدثت عن زيارتها بالأمس إلى معبر رفح البري، وزيارتها إلى المصابين الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج في مستشفى العريش، وأشادت بالدور المصري وما تقدمه مصر من خدمات طبية وإسعافية للمصابين الذين يأتون إلى مصر عبر معبر رفح والذين أصيبوا جراء العدوان الإسرائيلي الدائر حاليا في قطاع غزة، وتحدثت عن سياسة التجويع التي يتبعها العدوان الإسرائيلي على سكان قطاع غزة، و قالت أن الجهود ما بين مصر وسلوفينيا تبقى مستمرة في محاولة للوصول إلى وقف فوري وعاجل وحاسم لإطلاق النار الذي أدى إلى الآن أو أسفر حتى الآن عن استشهاد ما يزيد عن 34 ألف شهيد، وتجاوز الرقم 100 ألف مصاب جراء هذا العدوان. الوزيرة تحدثت أيضا على المحور الاقتصادي عن أهمية التعاون الاقتصادي ما بين سلوفينيا ومصر، وقالت أن سلوفينيا تعتزم الاستثمار في مصر في المرحلة المقبلة خاصة على مستوى الهيدروجين الأخضر والاستثمار في مجال الطاقة. وكانت هناك زيارة لوزير الخارجية المصري سامح شكري إلى سلوفينيا في فبراير الماضي، وكان يرأس خلالها أو يشارك خلالها في اللجنة الوزارية المشتركة المتعلقة بالاقتصاد والتعاون الاقتصادي ما بين البلدين. هذا ما تم مناقشته حتى اللحظة ما بين الوزيرين المصري ونظيرته السلفانية، وانتهى المؤتمر الصحفي منذ قليل. نعم، شكرا جزيلا لك موفد القاهرة الإخبارية إلى مقر انعقاد المؤتمر الصحفي أو مقر وزارة الخارجية بوسط القاهرة محمد جمال.